كما نقولوا بالانجليزي وي تيك ات فور جرانتد نتخايلوا هكاكا حاجه بديهيه حق مكتسب راهي فما ناس ماتت على الديمقراطيه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها راهو تغزر على اليمين وعلى اليسار غزر الجزائر غزر ليبيا غزر مصر غزر اليمن وسوريا معناها الدول في المنطقه ما يحلموش بالحكايه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها معناها احنا قولوا شباب ما ماناش دي بي بي راهو كبرنا زيده لازم نتحملوا مسؤوليتنا ما نقعدوش نتفرجوا مش عجبتنا مش عجبتنا احنا شنو قاعدين نعملوا احنا جزء من البلاد هذي راهو ما يعطينيش خطاب مطمئن اما احنا نعملوا الخطاب المطمئن احنا هما ناخذوا الحاجات في ايدينا ونخدموا على رواحنا ونقدموا ونحترموا زيد الناس اللي قاعده واقفه من الصباح من كاتب اقتراع محلوله وهيئه وفلوس قاعده تتصرف ماذا بينا نمشيو نصوتوا ناخذوا مصيرنا بيدينا خاطر هذيا حاجه من الحاجات اللي تخلينا ناخذوا مصيرنا بيدينا فوالا هذا مهم برشا دونك انا